لمع نجم البروفيسور والخبير روبرت كيلي على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن تداول المستخدمون حول العالم مقطع فيديو من مقابلتها التلفزيونية التي أجراها على الهواء مباشرة لصالح محطة بي بي سي الإخبارية. كيلي أصيب بالذهول بعد أن اقتحم أولاده الغرفة التي يجري منها المقابلة ليظهروا عبر التلفاز، وقد ظهرت فتاته الصغيرة تدخل بمرح كي تتسلى مع والدها الذي حاول التوفيق بين إخراجها بلطف ومتابعة المقابلة من دون أن يتحرك من أمام الكاميرا. لكن محاولة كيلي باءت بالفشل، وسرعان ما انضم ابنه الأصغر يوبولا إلى شقيقته لتسرع والدتهما لإنقاذ الموقف وإخراجهما في أسرع وقت. المقطع حصل على تداول كبير، وأثنى فيه المستخدمون على ردة الفعل التي ظهرت على كيلي، معتبرين أنه أثبت بهدوئه وحسن تعامله مع الموقف أنه بروفيسور حقيقي. فيما أضاف البعض أن أطفال كيلي أفضل وألطف من ظهر على شاشة بي بي سي.